وفي جزئه الشمالي، وبالتحديد عند قبيلة المحس، تتراءى صور للجمال والأصالة. إنسان بطبعه ميال للخير والتواصل والمحبة، برغم قساوة الطبيعة، وصعوبة العيش على مساحة الشريط النيلي، وكما انتشر علماء المحس، في ارجاء المعموره يعلمون الناس قيمه الحياه والدين والفضيله تتعلق الحضاره في تجل واضح على استار المكان عاشت الممالك وتعاقبت فكانت مملكه كوكا هي احدى السمات المميزه لتاريخ المسيحيه والاسلام تواجد قديم لعلماء ومشائخ المنطقه في بقاع السودان المختلفه خاصه وسط البلاد نشرا للدين الاسلامي وتعريفا بالحضاره جبل سيسا والذي يحمل كثيرا من ملامح مملكه كوكا ويعتبر اساسا للحكم لممالك مسيحية متعاقبة يقف شاهدا لمراحل تلك الفترة التاريخية. تتعدد الروايات والمشاهد والفصول حول جبل سيسا، لما كان يمتاز بمكانة مهمة، ولكونه يقف معلما تاريخيا إلى يومنا الحالي، يحكي عنه من يجاورونه مكانا وعلاقة معرفة. بكثير من الفخر والاعتزاز باجيال عمرت الارض في هذه الديار قلعه اخرى من قلاع مملكه كوكا كان يزف منها الملوك وتتعاقب الوفود وتختلف الطقوس وطرق التتويج والاحتفال كانت لمملكه كوكا علاقات خارجيه تمتد إلى اليوم. تحولت إلى تكوين نسيج فريد من مجتمع يحمل ذات الطبائع والسمات. ويبدو أن المغني ما يزال يصدح في الآفاق بماثر المملكة المسيحية الإسلامية كعلاقة وجدانية تمتزج بالمشاعر وتفتتن بها النفوس والقلوب. احمد هلالي الولايات الشمالية